هكذا متابعينا مستمعينا الكرام تواصل مستمر من أرضية ميدان الساد لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. نتواصل مع الشوط الثاني عشر في مجموعة الأشواط، والشوط الثاني عشر يحمل بكشوفات الجعدان اللقاية المهجنات الأصايل تقدم على مقدمة هذا الشوط. نتقدم مع المركز الأول العابر، هذا هو العابر من عبر بمقدمة هذا الشوط، محمد بن سهيل بن عويضان العامري مع مقدمة هذا الشوط. نقل مع المركز الثاني، المركز الثاني الآن متواجد بهذا الشوط اللي هو هذا الخليج، الخليج علي بن سعيد بن سالم الزرعي من يقدم لنا الخليج. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين مبروك بن سليمان بالأشقر العامري مع المركز، مع المركز الثالث. المركز الرابع عندك يا بن سويلم، هذا هو شعار بن سويلم مع مطفي سيف بن محمد. المركز كم رقمها الرابع؟ مبارك بن احمد بن سويلم العامري. المركز الخامس، المركز الخامس وصول مع المركز الخامس الان بهذا الشوط، واصل بقوه الان اللي هو الان هذا فال راشد بن هادي بن بخيت بن سالم العامري. المركز السادس، المركز السادس كم رقم هذا؟ هذا اللي عليه 45، هذا بنحاول اتعرف عليه، سعيد بن رصاص العامري بنقول على شاهين. المركز السابع، المركز السابع حبيب سعيد بن محمد بن الشرقي العامري. المركز الثامن، ثامن المراكز بهذا الشوط وثامن التحديات الآن، هذا أشقر سعيد بن مطر بن سالم بن راشد السعدي. المركز التاسع، دخول مع المركز التاسع الآن قادم الآن متعب، متعب للسيد رميس بن مبخوت بن عيضة العامري، ولكن الدخول، الدخول الآن من قبل، من قبل شرحان، شرحان سعيد بن سالم بن عامر العامري. والمركز العاشر، المركز العاشر هذا اللي وصل اللي على رقم 30، هذا رياض ولكن عنيد، عنيد هذا علي بن سعيد بن سالم الزرعي. هذه النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط. يا سلام، بنسير هناك عند بن عوضان، عند بن عوضان على مقدمتي هذا الشوط، محمد بن سهيل بن عوضان العامري، ومبارك بن مبارك بن سويلم العامري. يا سلام يا سلام، يا التغيير مطفي مطفي يا مطفي، مبارك بن احمد بن سويلم العامري، ولكن ابو حمد، ابو حمد متواجد، محمد بن سهيل بن عوضان العامري يقدم لنا، يقدم لنا العابر، العابر مطفي. يا سلام، بن سويلم وبن عوضان العامري اللي فردنا انفراد كامل عن بقيه المراكز. شوف القدوم، وصلت الشعارات، وصلت الأسماء، هذا هو الآن أول القادمين بهذا الشوط، أول القادمين على مقدمة الشوط. هذا هو الآن فال راشد بن هادي بن بخيت بن سالم العامري يقدم لنا فال، يقدم لنا فال، ولكن الغدوب يا سلام يا سلام اللي بدأ يتسلل، بدأ يتسلل مع المركز الثالث. هذا هو الآن
عنيد، هذا عنيد علي بن سعيد بن سالم الزرعي، وصل وصل ابو راشد مع المركز الثالث، المركز الخامس، هذا هو المركز الخامس اللي هو شاهين، مبروك بن سليمان العامري مع المركز الخامس. المركز السادس دكتور سعيد بن محمد بالشرقي، ولكن نعم مع المركز السادس بهذه اللحظات. المركز السابع وصلت الأسماء مع المركز السابع، هذا هو لان قادم بقوة إلى المركز السابع. عند المركز السابع اللي عليه هذا الشعار من هذا السيد مغال غادم سعيد بن محسن بن بخيت السلمي العامري. نكتفي بالمركز بالمراكز السبعة الأولى، بنسير مع بن سويلم العامري مع مطفي. يا سلام مطفي مطفي مطفي، قدم لنا انذار وقدم لنا مطفي بهذا الصباح. مبارك بن احمد بن سويلم، يا بن سويلم يا العامري، الجماعه غادمين، اول الغادمين بهذا الشوط. يا سلام، هذا هو الان وصل الان، افتحوا له الطريق. فال خذ المركز الأول. فال راشد بن هادي بن بخيت بن سالم العامري قادر. فال يحييها الفال، يحييها العروض، يحييها العروض من فال على مقدمة الشوط. راشد بن هادي بن بخيت بن سالم العامري، تسلم يا بن هادي، يا أبو هادي، هذا هو فال راشد بن هادي بن بخيت بن سالم العامري، تسلم لنا على هذه العروض اللي قدمها فال. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن ناموس تحدي هذا الشوط. تهانينا والمبروك المركز الثاني. وصلنا مع اللحظات الأخيرة اللي هو طراش للسيد راشد بن حمد بن مطر بن عمير العامري الثالث، مبارك بن أحمد بن سويلم العامري اللي هو مطفي الرابع، للسيد سلطان بن أحمد بالكيل العامري أول إضاءة للخامس. المركز الخامس 24 وصل مع المركز الخامس. متابعينا مستمعي الكرام الفاتن أحمد بن حامد بن حمدان الجحافي، توقيت الزمني 6:29، سجل معانا فال وطيب الفال، طيب الفال يا راشد بن هادي بن بخيت بن سالم العامري، قدم لنا فال وللمراكز الأولية نال بهذا الصباح الجميل وشوط مرموق.